تواصل مصر استضافة فعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم حتى 13 من يناير الجاري. يهدف المؤتمر إلى المساهمة في أحدث الأبحاث في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته من خلال نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم. وأيضا المؤتمر يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمرضى وكذلك توفير دم آمن وفعال من خلال تبادل الخبرات والتجارب تجرى خلال هذا المؤتمر.